فريا هي بأعلي كسروين، هالاسم يلي وصل للعالمية ما منع أبنائها أنه يترسخ إيمانهم بأرضهم وبترابهم أكثر وأكثر، ما منع أبنائها أنه يبنوا الكنائس. رعية وحدة بفريا هي رعية مارشاليطة، إنما هناك مجموعة كبيرة من الكنائس، وما ننسى صليب فريا ومزار مار شربل على تلة الصليب. فريا بتعني الكريمة، بتعني القوة، بتعني التحدي، وعندها أسماء كثيرة إذا بدنا ندخل بعالم ترجمة الأسماء. فريا رعية منا صغيرة تستقبل أبنائها وتستقبل زوارها على مدار السنة. رح نبدأ هالحلقة من سلم على السماء اليوم من منطقة فريا من جبل الصليب، حيث يرتفع الصليب وهناك تمثال مار شربل ارتفع بالعام 2017. إذا بدنا نرجع للصليب، هو ارتفع بالعام 1951 وإله معلومات خاصة فيه رح يطلعنا عليها رئيس البلدية. نحن على جبل صليب فريا، هيدي التلة جدودنا وأبائنا من سنة 1950 قرروا يحطوا هالصليب على هالتلة هون، ما كان في طريق ولا في شيء. طول صليب فريا 19 متر على تلة قلنا ارتفاعها 1951 متر. عيد الصليب عنا بفريا هو تقليد قديم من زمان وجاي، على نهار عيد الصليب 14 أيلول بينعمل 13 أيلول عشية بينعمل مسيرة بقلب الضيعة، بينعمل مزارات على كل طرقات الضيعة، بترأس الذبيحة الإلهية المطران أبو رشيد جوني، بيكون في حضور كتير كبير من كل الضيعة، لأنه هالتقليد هيدا يمكن نحن بفريا بالمنطقة تقريبا الضيعة الوحيدة اللي عندها الاحتفال بيصير. بينعمل مواكب ليلة عيد الصليب بتمثل رموز دينية بيشاركوا فيها أهل الضيعة، بينعمل عشاء قروي. هلأ ساقبت هالسنتين الماضيين لظروف اللي كلنا بنعرفها، الكورونا وقفنا شوي، كان عم ينعمل قداس من دون احتفالات كبيرة. تاني نهار نهار 14 في تقليد كانوا يطلعوا كل أهالي فريا مع الكاهن الرعية يطلعوا يقدسوا قداس الصبح هون عن موتى الضيعة وموتى الرعية. السنة صارت من بعد ما انفتحت هالطريق وانعملت وصارت المشاركة عم تكون أوسع وأكبر، وبيطلعوا أهل الضيعة بعد الاحتفال 13 الشهر تحت بعد القداس، بيطلعوا كتير من أولاد الضيعة ومن الزوار والمؤمنين بخيموا هون وبناموا هون ليقدسوا تاني نهار قداس الصبح. تمثال مار شربل هي فكرة عطاني إياها أحد الأشخاص هون زميل لقلنا بالبلدية إنه نعمل أكبر تمثال لمار شربل. عجبتني الفكرة كتير، ومن قبل ما أترشح على البلدية قلت إنه إذا ربحت البلدية وإذا خسرت رح أعمل أكبر تمثال لمار شربل بالعالم. التمثال الأطول بالعالم هو تمثال مار شربل بالمكسيك 19 متر. قررت أنه نعمل تمثال أكبر تمثال، وبلشنا بالخطوات التنفيذية والله وفقنا. الفكرة كانت بالأول ينحط على الجهة المقابلة على التل اللي تاني ميل من هونيك، بس الظرف والواقع يمكن هو بده يجي يكون هون تحت الصليب، يعني هذا المنطق. رجعنا لأنه طلعت عقارياً التل فوق، بس التل يعني العقار اللي كنا بدنا نحط فيه التمثال طلع عقارياً بضيعة مجاورة شقيقة، رجعنا قررنا نجيبه لهون. بس قررنا نجيبه لهون اضطرينا نفتح الطريق، فتحنا هالطريق 3.5 كيلومتر وعملنا هالساحات وحطينا التمثال سنة 2017، كان بحضور غبطة البطرك قدس وبارك. ومن 2017 نحن عم بيصير في قداس سنوي قبل ما استكملنا الكنيسة. هالمزار هون صار مؤلف هلأني مثل ما بتشوف التمثال، أكيد طوله 23 متر، القاعدة 4 أمتار يعني من مستوى الأرض 27 متر. الكنيسة هون اللي نحن شايفينها كنيسة مار شربل، المباني اللي ورا الكنيسة في مثل صالة للسوفينير، في مكتب للجنة إدارة المزار، في مثل بيت صغير للكاهن،
وفي سالون بوليفالون لانه هلا صار في اداديس، صار في بده يصير في عمادات، عم بيصير في يعني صار مزار مكتمل، وفي تواليتات للببليك اكيد، وفي مكتب صغير كمان للسيكوريتي وتكنيكال روم. يعني عم نشتغل، صرنا بمرحله تقريبا 70-80% من الاعمال صارت منجزه. الكنيسه مثل ما شفتوا خلصناها، هلا بلشت الاكاليل والعمادات عم تتجه الناس لهون. نحن تمثال مار شربل ثبتناه، حطيناه محله ب 14 ايلول 2017 بحضور غبطه البطرك الراعي ولفيف كبير من الكهنه والمطارنه والرجال السياسي ورجال الدين. الكنيسه تكرس المذبح ب 31 تموز 2022 لانه كنا بعدنا عم نشتغل فيها، يعني كانت هي مبلشين فيها قبلنا ونحن كملناها وخلصنا الاعمال، ودشنت الكنيسه هون، سميناها كنيسه مار شربل ب 31 تموز 2022. الموزيك عمله شخص فنان اسمه سبع الشمالي من درعون حريصه. اخذ شغل يمكن شيء بفتكر شيء 6 أشهر 7 أشهر. يعني هون صدقني بقول لك انه ما في مثلا، ما مش كان في مهندس واحد اجى عمل لنا رسمه، عمل لنا شغل، لا، هيدي الكنيسه والمزار وكل شيء شايفه هون انعمل فعلا ب ب ب بارتجال كبير، ارتجال منظم، السلام على اسمه هو وربنا. يمكن يعني يجي شخص يقول لك هاي الفكره نحطها، نكون قاعدين عم نشتغل هون، يكون حدا جاي عم بزور، نقول له شو رأيك بهيدي القصة؟ يقلنا لا، بدل ما تعملوا هيك اعملوا، نعمل هيك. صدقني بهالبساطة وبهالسامبليسيتي هيك كلن عمل. في تخيري لمار شربل بالتمثال. نحن كل سنة بيطلع غبطة البطرك الراعي بيقدس، صراحة عم بتكون القصة شوي مرتبطة، نحن مش نهار عيد مار شربل، لأنه نحن ما بدنا، يعني مار شربل هو عناية، هو المحبسة، هو بقى كفرة، إن شاء الله نكون عم نعمل يعني قد ما عملنا لمار شربل قليل، بفرية وبلبنان وبالعالم، بس ما بدنا نحن مش عم نعمل شيء نافس أبداً، مشان هيك نحن الأعياد الرسمية لبقى مار شربل هون نحن ما بنكون، بنكون عم نقدس ونصلي، وثلاث أرباع الوقت نحن بنكون بعناية. بس بنعمل القداس عادة مرة بالصيفية، عم تكون بالتنسيق مع غبطة البطرك، أي متى بيكون الوقت كمان هو بيسمح. نحن بالشتوية لهلأ، لحديت هلأ بعدنا عم نسكر الطريق لأنه شوي منا سيف إناف، يعني مش السلامة العامة منا كتير، إن شاء الله سنة الجاي إذا الله راد نكون خلصنا الطريق بنصير نفتح صيف شتاء. بس بأكد لك إنه بالصيفية يعني نحن بنفتح أكتر من صيفية، يعني 7 أشهر. بهوس 7 أشهر نحن بحسب يعني شهادة السفير الباباوي، هو اعترف إنه صرنا ثالث مزار ديني بلبنان بعد مار شربل سلام على اسمه بعناية وبعد سيدة لبنان. بقى أكيد العالم عم تجي من لبنان ومن خارج لبنان، يعني مسيحية وإسلام من كل الطوائف، لا كتر خير الله، يعني هو السلام على اسمه مار شربل اللي هو بيتكفل بكل شيء، بدل عندك الموقع يعني جميل جدا، والنقطة حلوة مثل ما انك شايف، يعني شيء كتير حلو. بندعي كل اللبنانية والمغتربين انه بس يجوا على لبنان يزوروا هالموقع، ما راح يكونوا ندمانين ابدا. من المراكز الروحية المهمة بمنطقة فريا تحت جبل الصليب مباشرة دير أصبح عالمي، دير القيامة بمنطقة شبروح. هالدير بيخدموه الرهبانية البسيلية شويرية. نتعرف عليه، على كنيسته، كنيسة القيامة، وعلى كل ما يقومون به من أعمال روحية. نحن بدير القيامة بفريا، أسس الدير سنة 1982. اختاروا الآباء المؤسسين أبونا جوزيف خليط، أبونا سمير معلوف، وأيضا بعض الإخوة، اختاروا هالمكان لأنه بعيد عن العالم، وكان هدف من إنشاء هذا الدير هو إنشاء جماعة رهبانية توحدية بتعيش ضمن الدير. لهالسبب حاولوا ينشئوا، يهتموا بالأرض،
أنشأوا عدة معامل، معمل شمع، معمل بخور، معمل للمنتجات الزراعية، وبالإضافة لحياتهم الروحية. لهالسبب كان في جناح خاص للرهبان، وأيضاً أنشأوا جناح خاص تاني ليستقبل الناس العلمانية اللي بتحب تشاركهم هالخبرة الروحية. فأي شخص بيحب يجي يعمل خبرة روحية، يعيش الخلوة، الصلاة، الصمت، ويقدر يشارك الرهبان، بيقدر يجي الدار بيستقبل المريدين. أي شخص بيجي كأنه أفراد أو جماعات، مثل ما نكون شايفين في عنا هلأ جروب كمان جاي عم يعيش هالخبرة الروحية. بنشوف انه بالدير في نحن تقريبا 10 اشخاص، في 3 كهنه، في رهبان، وفي المبتديه. ومن سنتين صار هون المقر الرئيسي للمبتدئين، كل شخص بيفوت على الرهبنه بيجي بيعمل خبرته هون وبيعيش سنه ابتداء. الدير هو قديما كثير اشخاص كانوا يجوا لهون، خاصه ابونا جوزيف وطلاته الاعلاميه وروحانيته، كان كثير يجوا اشخاص يعملوا رياضات روحيه. ونحن لما استلمنا الدير كذلك الامر، ضلينا ماشيين على زيت النهج، بنستقبل الاشخاص في رياضات نحن بنحددها، والدير فاتح ابوابه للجميع، واي شخص بيجي جاي على بيته. نحن موجودين بكنيسة القيامة، الكنيسة الأساسية لدير القيامة بفريا. هي كنيسة بيزنطية ولكن معمولة على الطراز الحديث، لحتى النخلق وخاصة بتشوفوا كلها مدفوفة بالخشب لحتى تعطي دفء للصلاة. خاصة هي أكثر كنيسة تتميز أنه إنسان فيه يقدر يتأمل، يحس بدفء المكان، والخشب بيعطي هذا الشيء. طالما أنها كنيسة بيزنطية، فإذا في الإيكونوستاز اللي بيميزها للكنيسة، أو بيسموه حمل الأيقونات. لهالسبب بنشوف الأيقونات مصفوفة على هالإيكونوستاز. والشيء المميز بهالكنيسة هي أيقونة القيامة. أيقونة القيامة مثل ما نكون شايفينها مرسومة على كل الحيط. أيقونة القيامة هي مأخوذة الفكرة، كنا بنعرف أنه يسوع لما كان في القبر هو كان كإنسان بطبيعته الإنسانية موجود، ولكن كإله الأباء القديسين بيخبرونا أنه نزل إلى الجحيم. لهالسبب بنشوف يسوع المسيح القائم هو موجود في الجحيم، لاقت آدم وحواء بإيده، وخلف آدم وحواء بنشوف كل الأبرار والقديسين في العهد القديم، لأنه يسوع المسيح هو بكر الأموات، وهو أول شخص قام من بين الأموات. لهالسبب كل القديسين والأبرار والصالحين والأنبياء في العهد القديم كانوا موجودين بعد الموت في مسوى الأموات، يعني في مكان انتظار مجيء المسيح. لهالسبب الأيقونة معبرة كثير عن لاهوت المسيح. وأيضا بنشوف بهالأيقونة بنشوف كثير في فولة، إشياء بترمز لأنه يسوع المسيح إجا حررنا من الموت، حرر كل الأشخاص. لهالسبب بالإنجيل بنشوف أنه لما قام المسيح في كثير ناس شافوا كثير من الراقدين قد قاموا من بين الأموات. نحن موجودين بكنيسة الثالوث الأقدس. الكنيسة هي صغيرة، أكترية الرتب الليتورجية والقداس تقام فيها في فصل الشتاء لأنه عدد الرهبان بيكون قليل وهون أطفى، وكل جروبات لما تكون عددها قليل تستعملها لهالكنيسة. وبنشوف بهالكنيسة بنشوف في أيقونات كتير محطوطة على الجدار. نحن في عنا الأخت جانات الحمصي، هي راهبة موجودة معنا بالجماعة، هي بتكتب أيقونات، فكل هالأيقونات كتابة الأخت جانات. الدير هو مقسوم للجناحين. أول جناح هو اللي شفناه صورنا، في كنيستين باستعمال الرهبان واستعمال العلمانية. في عنا الجناح الرهبان هو اللي مكان حصن للرهبان. في عنا كنيسة التجلي، هي أكثر لاستعمال الرهبان وخاصة الإخوة المبتدئين، تقوم الخدمة فيها على القداس، على زيارة الإربان،
بقى الوجود الرهباني دائما موجود بكنيسة التجلي. جميع هلا بكنيسة مار جيريس، الكنيسة بشبروح معمرة بفريا، معمرة الشيخ أرز لبنان الخازن سنة 1969، هي كنيسة خاصة وبقلبها بينعمل قديسين فقط بالسنة بعيد مار جيريس بثلاثة تشرين وبثلاثة وعشرين نيسان، وبتحت هالكنيسة مدفون الشيخ أرز الخازن، مدفون بمدفن خاص تحت الكنيسة. نحن هون رعيتنا رعية كبيرة نشكر الله عليها، تعرف أستاذ عبدو بهالرعية يلي تأسست فيها كنيستين، كنيسة القديمة كنيسة مارشاليطة القديمة وكنيسة مارشاليطة الجديدة. كنيسة مارشاليطة الجديدة تأسست سنة 1895، هالكنيسة يلي بهمت أولاد الرعية ومحبتهم وغيرتهم على بعضهم أسسوا هالكنيسة وعمروها مع بعضهم لسنة 1955. سنة 1955 صغرت الكنيسة على أولاد الرعية، اسم الله كبرت الضيعة، فوسعوا الكنيسة وكبروا، وكانت قسم الأول لحوالي الباب النصاني لحد الجرس، رجعوا وسعوها وصارت بشكلها الحالي. وسنة 2000 رجعوا رمموا الكنيسة من الداخل، المذبح وكل الأشياء اللي شفتوها جوا،
ورجعوا بال 2003 ركبوا لها قبة لجرس الكنيسة. تتميز هالرعية أول شيء نحن بتعرف فريا هي بلد ضيعة، مدينة، مدينة الاصطياف، مدينة الحياة، مدينة الفرح، مدينة السلام. برعيتنا نحن في عنا كذا جماعة روحية. أول شيء عنا أكيد مثل كل الرعاية فرسين، طلائع، شبيبة، عنا أخويات، أخوية الحبل بلادانس، أخوية مريوسف، أخوية قلب يسوع، أخوية القديسة تريزة طفل يسوع، عنا جماعة عائلية، عنا رهبنة مار فرانسيس للعلمانيين. نشكر الله الرعية من الناحية الروحية ومن ناحية الجماعات الرسولية غنية بكل الجماعات يلي عاطين زخم وغنى روحي بقلب الرعية، بالإضافة أكيد لجوقة الرعية ولكل الأنشطة الروحية اللي بتنعمل بقلب رعيتنا. رعيتنا رعية مارشاليتا خدمتها مجموعة من الكهنة. أول حدا يعني رح بلش من 1900 ولا هلأ، لأن مش رح نرجع للوراء أكثر بكتير، تقريبا حوالي 1900 أبونا بطرس خليل يلي هو أول حدا خدمها، من بعد البرديوت يوسف خليل يلي كمان ربنا انتقلوا للسماء، من بعده المونسنيور ميشيل بطيش، ومعه كان الله يرحمه انتقل كمان للسماء، خدم معه أبونا يوسف سلامة، رجع أبونا سمعان بطيش يلي اثنينهم طلعوا على التقاعد الله يطول بعمرهم، وأكيد في كاهن من الرعية كان عم يخدم بغير رعية أبونا ميشيل بطيش كمان هلأ كمان بالتقاعد وهو معنا بالرعية، وفي مجموعة من الرهبان والرهبات من هيك فريا هي مقلع للدعوات. كان في عنا حاليا سور تمام سلامة برهبات الصليب، عنا سور دومينغا خليل برهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع، وعنا سور ناديا سلامة من رهبات الفرنسيسكان. من الرهبان عنا الأب جوزيف خليل راهب مريمي حاليا بروما بالمدرسة، وعنا الأب جورج خليل حاليا بالأرجنتين كمان راهب مريمي، عنا أبونا جوزيف خليل يلي هو اليوم كاهن برعية مرجلي الصربة. هيدا بالنسبة للدعوات. رعية مارشاليتا ما عندها أشياء أجارات مثل ما بعض الرعاية يمكن عندهم أماكن للأجارات أو مدخول. رعية مدخولة هي بيقوم على غيرة أبناء الرعية وعلى المساعدات اللي بتجي للكنيسة، وأكيد عنا شقفة أرض يلي هي تلة جبل الصليب مزار مارشاربل، هالأرض يلي هي تابعة لوقف مارشاليتا يلي حاليا هي مكان صار مزار مقدس ومكان عالمي الناس بتجي بتزوره وبتصلي فيه مثل ما حضرتك بتعرف هالمكان المقدس يلي عم بيساعد الناس كمان تجي وتزور فريا، وشوي شوي الأمور عم بتتطور روحيا بقلب رعيتنا خاصة من خلال هالمحبة يلي عم تجمع كل أبناء فريا. الكنيسة القديمة كنا باللجنة قررنا نرممها لأنه كانت مهدومة. رحنا على الأثار صرفوا لنا 20 مليون وبلشنا بترميمها، جبنا الأحجار قديمة من حوالي جمعناهم ورممناها سنة 1997، وهي قديمة سنة 1850، ترممت سنة 1997. وببلدة فريا على الطريق العام كابيلا صغيرة للقديس شربل. مين أسسها وليش؟ هذه كنيسة معمرة سعيد يوسف طيش، بيكون جدي بيا لأمي، معمرة سنة 1982. هلا هو كان بالقبل سياسي وما سياسي ومع المشايخ وكذا، بآخر أيامه ترك كل شيء واهتم بالقداس، يعني بقى عمر هذه الكنيسة سنة 82 و86 توفى. بعد ما توفى أنا استلمت الكنيسة وأنا صرت مهتم فيها وزبطها وكذا وهيك يعني. وكل سنة بنعمل نحن بعرس السنة بنوزع رسمات، نعمل رسمات ونوزعها على الضيعة كلها يعني. وبعيد مار شربل بالصيفية بنعمل عيد احتفالي يعني هون، وبعد العيد بنعمل ساج مساج وهيك يعني لأهل الضيعة كلنا سوا مع بعض يعني. التمثال نحن عملناه يعني.
نحن موجودين هلا بكنيسة سانت تيريز فريا اللي هي على اسم الأخوية. أول شيء منحب نبلش نقول إنه في حدا قدم هالأرض تتعرمت الكنيسة، هو المرحوم ميلاد سليم سلامة. تأسست هالكنيسة دشنت سنة 2001 برعاية المطران أنطوان نبيل العنداري وبعهد الرئيس السابقة المرحومة عبلة بطيش. وكل سنة بعيد سانت تيريز نحن بنعمل تسعوية بهالكنيسة، قداديس كل يوم بزمن التسعوية، أكيد بصير في قداس احتفال ليلة العيد ونهار العيد كل سنة بهيدا التاريخ. وميزاتها أنه بتجمع أبناء الرعية وخاصة بنات الأخوية، يعني أكيد لأنه نحن على اسم القديسة تيريزيا سانت تيريز. والهدف كله نشر الورود المحبة على، يعني مثل ما هي سانت تيريز بتنشر ورودها، نحن كمان على خطاها ماشيين ننشر المحبة والألفة بين الخيات والرعية. هيدا الهدف الأساسي. عددنا يعني بيفوق ال 35 بنت أخوية، في منهم صاروا كبار بالعمر، في منهم ما بقى يقدروا يشاركوا، بس بالإجمال حوالي ال 35. تخيلة سانت تيريز موجودة هون على شمالنا. الكنيسة بس بتنفتح بزمن عيد سانت تيريز. بنات الأخوية نتشارك كلنا باهتمامنا بالكنيسة. وبيبقى إنه كنيسة قلب يسوع بيحتفلوا بعيدها خلال شهر حزيران. نحن بكنيسة قلب يسوع فرعية. وليس خليل كان زلمة مغترب، جاب مصاري واشترى أرض وأيامه طيبة، حب يعمل كنيسة على إيمانه. خلف 5 صبيان و3 بنات. هلا 3 صبيان ميتين بهالمقبرة جواها، والباقيين الله يعطيهم الصحة والعافية. صار عمره 100 سنة. قلب يسوع، ليش اختار القلب؟ ما بعرف، بده يكون بيهمه القلب، بيهمه النية والنوايا غير. فيها شيء كنيسة عادية بالضيعة، يعني غيرنا فيها شوي تتصير يلبق لها. مثلا مثل هاي القبة، وين هذه اشياء مميزة؟ وجرس وكل شيء، وبندق وبنقدس نحن بالخوارنة وبنترحم على الموتى. جمعة ايه جمعة لا، بيجي الخوري بيعمل قداس للي بده يقدس الموتى، قداس عمومي، قداس للمنقطعين. شاب اجنبي اجى لعند خيي صاحبه من ايطاليا، من بريطانيا، قال له ما زالك هون؟ عمل لي هالرسمة. هاي الرسمة برا المذبح. ايه العندرة من خشب زيتون، وماري يوسف بالراح من خشب زيتون. المذبح ما شفتوه، المذبح معمول من خشب الأحمر. إذا بتشوفه بيعجب خاطرك، فرد لوح من الطول للطول. نحن موجودين بحي سيد الكرمل بفرية. تاريخ الكنيسة، أول شيء في المرحوم بوخص الياس خليل، زوجته ظريف الخوري يوسف خليل بتكون عمتي، هاجروا على أمريكا. من بعد ما رجعوا بعد شي 20-30 سنة، يعني رجعوا لهون، قرروا إنه يعملوا كابيلا، بلشوا يعمروا الكابيلا وهيك شيء. بهالفترة المرحوم بوخص صار معه فالج. طيب خلصت الكابيلا، بدهم يسموها على اسم قديس يعني، وهو بطل فيه يحكي. عمتي المرحومة ظريفة صارت تجيب له صور قديسين، تفرجيه هون. مرقت صورة سيدة الكرمل، كان هو عنده شغلة إلا تو 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 تو، بقى إلا تو تو تو، دلع صورة سيدة الكرمل وسموها على اسم سيدة الكرمل. هلا بعد فترة طويلة، سنة 78، خيو للمرحوم بوخص الأب جريس خليل تبرع ب50,000 ليرة بهديك الأيام، ووسعوا الكنيسة، وصارت الكنيسة تقريبا هلا بتساع 100 شخص.
تعمرت سنة 1956. نحن العيد سيدة الكرمل هو ب 15 تموز، وعندنا قديس كل جمعة السبت عشية والأحد صباحا كل جمعة على مدار السنة. الرسمة رسمها شخص من بيت زرق الحقيقة. سيدة الكرمل بفرية عنا هاي الكنيسة معمرة سنة 1840، عمرها الشيخ داهر الخيزين، ومن بعد منها بيعة لمرحوم جدي حنا مندر، ومن بعد منها بالوراثة وصلت لألنا. رممناها بحرب تموز بال 2006 وصارت على ما هي عليه هلأ. اسم الكنيسة على اسم القديس ألفونس دي ليغوري اللي هو قديس تلياني، كان بالقرن السادس عشر. وصل على لبنان بطريقة لمن كان الأمير فخر الدين بتوسكانا وأخذ معه بعض المشايخ يلي بخصوه. هناك كان القديس ألفونس قديس جديد. روما طلبت أنه ينعمل كنايس على اسمه، طلبت من خصوصي من الموارنة كرمال يساعدون أكثر يكونوا متقربين أكثر من روما، وهيك وصل القديس سورة القديس ألفونس على فرعية. منعيد له بواحد آب من عشية، هو عيده باثنين آب. الكنيسة ميزتها أنه بعدها على مبنية بالطريقة القديمة، ورممناها على وصالة خشب مثل ما كانت قبل بنفس الطريقة بنفس الأخشاب اللي كانوا قبل. نحن هلأ ببيت الشيخ سليم الخيزين الله يرحمه، توفى، أسس كنيسة سيدة النجرة سنة 1960. من بعد وفاته اهتمت فيها مرته مارجو، ومن بعد وفاته اهتم فيها الشيخ نادر سعيد الخيزين، ومن عيد لعيد سيدة النجرة ب 8 أيلول.
بفريا كمان كنيسة الرب، كنيسة خاصة لأبونا يوسف سلامة، أنشأ بالعام 1990 داخل منزله وهي لصلواته الخاصة. دير الفرير بفريا من الأديار القديمة بالمنطقة، هالدير اللي بيعرفوه مش بس اللبنانيين، كمان جماعات مسيحية بتجي من كل أنحاء الشرق. هالدير يلي استقبل أخوة مريميين طيلة أيام السنوات الماضية وما زال حتى اليوم من كل دول العالم، الأخوة المترسخين بالإيمان المسيحي، وطبعاً هن على طريق القديس مارسولان شامبانيا يلي صورته بتستقبلك على لوحة من الصخر لما بتدخل الدير. هالدير بيستقبل جماعات لرياضات روحية، وكتير الإيمان هون بيكون قوي لأنه الصمت هو أساس. نحن موجودين بدير الفرير تابع للإخوة المريميين ببلدة فريا. هذا الدير اللي قدامكم تأسس بالقرن الماضي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية 1946-1947. والحلو بهذا الدير كمان إنه الفريرات هني شخصياً بنسبة كبيرة طبعاً تحت إشراف معلم عمار بهديك الزمان، هني ساهموا بعمار الدير وإنشائه. وكان في مدرسة ابتدائية صغيرة شبه مجانية، لما نقول مجانية كاملة، بقيت بالدير لأولاد المنطقة لتقريباً أواخر 1960، بأواخر الستينات. ورجع الدير تجدد وترمم بأواخر التسعينات دائما بالقرن الماضي لحتى نوجد بحالته الحالية. ورانا مباشرة من 3 سنين صار في عمار لطابق إضافي فوق الأشياء القديمة اللي كانت موجودة. هلأ هذا الدير مقسوم قسمين، القسم الحالي مطرح ما موجود بنا بيستقبل رياضات روحية، بيستقبل مجموعات من رعاية إذا بدها تعمل اجتماعات أو تحضيرات لعدة مناسبات، بيستقبل منظمات إنسانية خيرية ليقضوا فترة استراحة وصيفية. الميلة الفوقانية من الدير عتاني ميلة من الطريق بتستقبل حركات رسولية وحركات كشفية. طبعاً فوق كل الأشياء الأساسية مأمنة بحد أدنى من الكهرباء والماء وطبعاً المنافع الصحية الضرورية. هون هاللي بيتواجدوا بهالمنطقة طبعاً بيسكنوا بغرف، والدير هدفه بدرجة أولى عمل رسولي لخدمة أولاد المنطقة بدرجة أولى، ولكل مجموعة رسولية أو كشفية أو رعوية بتحب تجي لهون. أيضاً كمان من الأشياء الحلوة بالدير في شخص العذراء عباب الدير، دايماً مفتوح، الناس بتقدر تجي تزور وتصلي، والكنيسة كمان دايماً مفتوحة لناس بتحب تجي بالنهارات أو المساء تختلي مع ربنا وتصلي. كما أنه الدير بيأمن قداس مرة بالأسبوع سبت مساء لأولاد المنطقة وبالأعياد الكبيرة. كمان الدير فينا نقول أنه دايماً بتتردد عليه مجموعات رسولية مختلفة، وعدة مرات زار اجوا زخائر قديسين زاروا الدير، وهي منعتبرها بركة للدير وبركة لأهل المنطقة. أول مين اجت زخائر القديسي تريزا الطفل يسوع، بعدين اجت زخائر القديسي رفقة،
وبعدين إجا كمان زخائر ودم القديس شربل السلام عليهم أجمعين، كما أنه كمان أوقات بيستقبل مجموعات تعطي شهادة حياة، يعني نسبة لرياضات روحية أو تجمعات. هاللي أسسوا الدير هني الفريرات هاللي كانوا عايشين بلبنان وسوريا، لأنه رسالتنا نحن كرهبنة للإخوة المريميين عنا عدة رسالات بلبنان وبسوريا أيضا، وكانوا بحاجة لمكان يجوا يصيفوا فيه، لأنه الفريرات إجوا على لبنان أول مرة سنة 1868، قعدوا فترة بسبب ظروف بتتعلق بالفريرات بفرنسا، لأنه أصل الرهبني هي فرنسية، رجعوا إجوا مرة ثانية سنة 1895، وبنعمة الله باقيين هلأ. والخوري هاللي هو كان يشتغل مع الفريرات بذات الرسالة بجوني اسمه بولس خليل، هو من حراجل ومدفون تحت هالكنيسة، وبالاتفاق معه كانوا الفريرات عم بينبشوا على شقفة أرض ليعمروا الدير، هو عطاهم شقفة أرض هون، الفريرات كملوا شراية بقية الأراضي لعملوا الدير، ومقابل هالعطاء اللي منحه هالكاهن الفاضل طلب انه الفريرات يعلموا له اولاد اخوته الشباب ببلاش، لانه بهيديك الايام التعليم ما كان مختلط، وبالتالي الكاهن قدم شقفه من هالارض اللي هون مش كل الارض، والفريرات بالمقابل علموا له اولاد اخوته الشباب، وهيك كانت البداية. وبعدين بقية الأراضي الفريرات اشتروها وكبروا الدير. تعرف أكيد نحن عنا مثل ما قلت عيد مارشاليطة شفيع الرعية، عيده الأساسي يلي هو بعشرين تشرين الأول، وعنا عيد الصليب بأربعتاش أيلول. هل من السبتين هن أكبر عيدين بالرعية، وهن عيدين على صعيد لبنان. بتعرف عيد الصليب أول شيء 14 أيلول نعمل ليلة عيد الصليب، وبتعرف مهرجان عيد الصليب بفريا أشهر من أن يعرف بتاريخ المنطقة وبتاريخ لبنان حتى. ليلة عيد الصليب بنعمل مواكب على الطرقات، بنعمل كونفويات، مواكب احتفالية بتنعمل، كل موكب بيعبر عن تاريخ معين، عن عيد قديس معين، عن مناسبات أو محطات من حياة يسوع، وبنوصل على رومبوان فريا هالتقليد السنوي وبنقدس مع سيدنا راعي الأبرشية. وتاني نهار الصبح 7 بكير نطلع منقدس على الصليب فوق مشي، هلأ صار في الطريق ولكن بعدنا في كتير ناس بيحبوا يطلعوا مشي، ومنقدس تحت على جبل الصليب، تحت الصليب على البلاطة يلي عمره من سنة 1951 على ارتفاع 1951 متر. بالنسبة لعيد مارشاليطة، عيد الرعية يلي بنعمل كمان احتفالات بمناسبة عيد مارشاليطة، وأكيد ليلة العيد بنعمل عشاء قروي بيجمع كل أولاد الضيعة، والحلو بالعشاء القروي كل أولاد الضيعة كل واحد يجيب من مونته من أكله من بيته من اللي الله عطيه، وبنحط بهالساحة بنحتفل مع بعضنا البعض بهالعيد، وبيكون أكيد عيد مميز على منطقة وعلى أولاد الرعية. نحن سنة 1950 هي تعمرت، موجودين كنيسة مار بطرس وبولس، وبقدسوا فيها مرة بالسنة، مش كنيسة رعية، كنيسة خاصة. ليلة عيد مار بطرس ب 28 شهر عشية في قداس، ونهار العيد كمان في قداس 29 حزيران.
بقى هاو بس القديسين، وبعدين مدافن هاو خاص للعائلة بس لنا، بندفن هون بس بنصلي بمارشاليتا فريا وبيجوا بيدفنوا هون. هيدي عمار الخوري بطرس مرحوم جدي سنة 1950، بوقتها كان هين عمار الكنيسة وما في سيارات تيروح ويجي على مارشاليتا، مسافة عمار هون يقدس للحي هون، وخوري يوسف يقدس للحي بمارشاليتا. سميها مربطوس بولس لأنه هو خوري بطرس وقرابته كمان خوري اسمه بولس، سموها مربطوس بولس مع بعضهم على اسم اثنين سوا. هيدا منجي بنعمل بنسلق قمح ونجيب فواكه وقهوة وشاقة ونسكافيه وهيك قصص. هاي ليلة العيد من بعد القداس هاول القصص مثل عيد كروي مثل ما بقولوا. السموح خالقي وربي، ضوءك يلوح في ظلام دربي، فيك أستريح سلام قلبي. تعصف الرياح نفسي لا تبالي، تسخن الجراح فيك أنسى قربك، تزاح عتمة الليالي.